أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على أهمية الاهتمام بتأهيل وتوفير كل ما من شأنه تميز الأطفال والناشئة كأجيال جديدة صاعدة، كونهم هم الأساس لنماء وتطور المجتمعات ونهضتها، والتي يجب أن نغرس فيهم حب التعلم والابتكار لصناعة أجيال مثقفة والاستثمار فيهم لمواصلة العطاء والإنجاز بما يعود بالخير على الأوطان، مشددا على ضرورة نشر ثقافة الإبداع والابتكار وترسيخها عند الأطفال والناشئة بما يسهم في تحفيزهم على التميز والنجاح. وأشاد سموه بتجمع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت سقف واحد لتبادل الخبرات وإطلاعهم على كل جديد في القمة الخليجية للأطفال والناشئة التي تعقد اليوم في مملكة البحرين. جاء ذلك لدى افتتاح سموه حفظه الله اليوم أعمال القمة الخليجية للأطفال والناشئة بعنوان عباقرة الأطفال والناشئة الخليجية 2019، والتي تعقد تحت رعاية سموه في فندق ذا جروف بجزر أمواج وبتنظيم من فيوتشر ماسترز التعليمي في مملكة البحرين، حيث اشتملت القمة على عدد من أوراق العمل قدمها متخصصون في المجال التربوي والاجتماعي من دول مختلفة. وأكد سموه بأن ما يربط بين أبناء دول مجلس التعاون من قواسم مشتركة تجعلنا نواصل الاهتمام بتعزيزها في أطفالنا من خلال الملتقيات المختلفة التي تعزز من المواطنة الخليجية الحقة وتزيد من تقارب كافة أبنائها، متمنيا لكافة الأبناء المشاركين في هذه القمة الخليجية التوفيق والنجاح للوصول إلى مخرجات جديدة تدفع نحو التقدم والابتكار لدى كافة الأطفال والناشئة في دول المجلس.